بالنسبة لأخبار المحافظات، فتم تسليم 11 مشروع ضمن مبادرة قرية بلا فقر في مركز زفتة بمحافظة الغربية. أما في أسيوط فتم تحويل أكبر نقطتين لتجميع المخلفات الصلبة إلى حدائق صديقة للبيئة. كمان امبارح في بقية المحافظات تم إطلاق برنامج تدريبي لإحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي، وانطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية في دمياط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها تسليم 11 مشروع لتجارة المفروشات والملابس ضمن مبادرة قرية بلا فقر، واللي بينفذها برنامج فرصة بقرى حياة كريمة في مركز زفتة بالغربية. في مطروح تم توفير فرص عمل وتعيين 111 من الشباب من أبناء المحافظة ممن تقدموا بطلبات لمديرية العمل، وده بعد قيام مستشاري التوظيف بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها. فأسيوط أعلنت المحافظة تحويل نقطتين لتجميع المخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة بمدينة القوسية، فضلاً عن غلق نقاط تجميع المخلفات الصلبة اللي بتمثل بؤر تلوث بيئي بمدن وقرى المحافظة ضمن الاحتفالات بيوم البيئة العالمي لعام 2023. في المنوفية تم البدء في الفعاليات الثقافية والفنية بواقع 148 نشاط في مختلف المواقع الثقافية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتستمر هذه الفعاليات حتى 20 يونيو الجاري بهدف إدخال الفرحة والسرور على جموع أهالي وأبناء شعب المحافظة وإسراء الوعي الثقافي لديهم بالعيد القومي والارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين. في بني سويف تم الإعلان عن إن إجمالي قيمة المشروعات اللي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصل ل 2,349,000,000 جنيه، استفاد منها 15,508 مشروع صغير، وده منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية مايو 2023. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة أنه ضمن مبادرة إحياء صناعة وإنتاج الحرير بالمحافظة انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لنقيل الخبرة والمنتفعين ومعلمي وطلاب التعليم الزراعي، وده بالتعاون بين محافظة الوادي الجديد ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو في مصر ومديرية الزراعة. في الشرقية اختتمت القافلة الطبية التوعوية لقطاع شؤون خدمة المجتمع بجامعة الزقازيق أعمالها بقرية ميت بشار مركز منيا القمح، وخلال القافلة تم فحص 1230 حالة من أهالي القرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. في الأقصر شهد أرض مطار البالون الطائر عودة تحليق الرحلات بصورة طبيعية بعد توقفه على مدار الأيام الماضية لظروف الطقس، وخرج أكثر من 700 سائح على متن 35 رحلة بالون. في دمياط دشنت مديرية الصحة فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 سنة فأكثر بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة.